السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل قليل يا شيخ ذكرت قصة العنكبوت وقصة الحمامة إنها ليست بصحيحة. نعم. بحمايتها من الرسول وصاحبها أبو بكر صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن يا شيخ كتب السيرة تكتب بهذا وبغيره من القصص المختلقة الكاذبة. سواء في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن سفيان. وأعداء الإسلام حاولوا بالدخول علينا وعلى الإسلام بالقرآن، ولكن حفظه الله وبالسنة، وقد جعل الله من يقوم بتخريجه بتصحيح الحديث الصحيح من الضعيف. ولكن يا شيخ السيرة مما عرفته دراستي في الجامعة أنه يوجد كتب قد تكلمت عن الصحابة، والسؤال يا شيخ ما الذي يجب علينا تجاه السيرة؟ السيرة هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الخلفاء تحتاج إلى تنقيح بلا شك، لأن التاريخ يدخله الهوى، يدخله الهوى، فمن غلب رفع ومن غلب هضب. ونحن نضرب لكم مثلا بالرؤساء الذين تعاقبوا على الدول العربية، إذا هلك الإنسان منهم محيا طوي قيد، وإذا كان موجودا جعل الرئيس الأعلى الذي ليس فوقه أحد، ويكتب هذا ويبقى. فتجد مثلا الذين لهم هوى في خلفاء بني أمية يمدحون هؤلاء الخلفاء مدحا عظيما، والذين هم على ضد ذلك يذمونهم ذما عظيما. ولهذا لا شك أن السيرة تحتاج إلى تحقيق وتحرير ليتبين الضعيف منها من القوي، وأنا إلى الآن ما وجدت أحدا فعل ذلك إلا شيئا يخفى علي ما أدري. لكن في السيرة ما هو ثابت في البخاري ومسلم هذا يعتمد. الصحابة مثل أبو موسى الأشعري. إيش؟ مثل الصحابة. لا أعد الكلام من أول. يوجد بعض الكتب. نعم. قد تكلمت عن بعض الصحابة مثل أبو موسى الأشعري، قد وصفته يعني بالغباء قصته مع عمرو بن العاص. نعم. لما قصة التحكيم، وهذه قصة التحكيم ليست بصحيحة مما سمعت في الجامعة دراسة. نعم. ما أدري. هو نفس الشيء. أيضا يتكلمون عن غير أبو موسى، عن من هو أفضل من أبو موسى الأشعري في هذه المسائل. ولهذا مسألة السياسة مشكلة. الآن لو ذهبت إلى بعض التاريخ الذي كتبه المؤرخون الذين يميلون إلى آل البيت وجدت عجبا. ولو قرأت بكتب التاريخ التي تميل إلى بني أمية لوجدت عجبا. لكن كما قلت لك لا بد أن يكون المسند صحيحا.